وي حسن درتش معايا المزيان صيفط لي الطوموبيل للمغرب هنا هي هادي هادي اخويا امين اش نقول لك هادي راه طياره هادي راه خصك ديها ديريك تا ما شاء الله لا اخويا الطوموبيلات للاسف ما كنصيفطوهمش للمواطر ما كنصيفطوهمش جيت سكي والكواد كاين شي بيكالا عاديه الكتريك تروتينات هذاك الشيء نصيفطو ياك اخويا صافي الله يحفظك ولكن هادي راه ما تحتاجش ياك طير بها السلام عليكم الخوت معنا اخويا حسن هو اللي كيصيفط السلعه من امريكا للمغرب اللي كدرت فيديو عليه المهم بغينا الخوت نجاوبوا على الاسئله ديالكم تقريبا كاملين وخصوصا الاسئله المهمه حسن بغيتي تبريزونتي راسك باش العيب السلام عليكم معكم حسن الباز دونك مسؤول هنايا على الشركه ديال ماروكون ترانسفيرسيس ومعايا الشريك ديالي تواب الوهاب حويس اللي عنده 30 سنه ديال التجربه ما بين فرنسا والمغرب في الارساليات دونك جينا الامريكان باش نقربوا للجاليه المغربيه باش تكون عندهم امكانيه يصيفطوا الباجاج ديالهم لعائلاتهم في المغرب اوكي خويا حسن اول حاجه اللي كيسولوا عليها الناس بزاف هو اشنا هو شحال الثمن باش كتصيفطوا السلعه للمغرب الوغ الثمن كنصيفطوا ب 4 دولار ونص الكيلو كنصيفطوا بالنسبه للمسائل الحوايج ديال الدار الحوايج المواعن الصبيبطات شويه ديال الدواء شويه ديال الفيتامينات المهم كاع داكشي اللي غادي يمكن يمشي للدار كيمشي بالكيلو ولا دوك الطبالي ديال البلاستيك الكراسه اللي كيتمونطاو اللي كيديمونطاو هادوك كلشي كيمشيو بالكيلو القياطن كاع داكشي اللي كيتجمع كنصيفطوا بالكيلو وكاينين اللي كيمشيو بالبياسه بحال الالكترونيك التليفون والبي سي التلفازات وهداك الشيء ولكن التليفون والبي سي كنخلصو عليهم الضريبه كلشي كنخلصو عليه ولكن واحد البياسه حتى جوج ماكسيموم دابا السلعه ملي كتمشي للمغرب شكون اللي كيتكلف بها تمايا باش كتوصل للمواليها لان حنا ملي كيوصل الباجاج ملي كنخرج من الديوانه كنديوه لست ايام وست ايام كيفرقوا على جميع المدن المغربيه جميع كاع المدن الكبار المغربيه يعني بنادم ما يدير حتى شي حاجه توصل السلعه للدار يمشي للزمن ستة لاجونس لاجونس وما يخلص والو كلشي كيتخلص هنايا هذيك 4 دولار ونص 4 دولار ونص داكشي اللي تيخلص هنايا هو اللي تيولي بالنسبه للسلعه شحال كتاخذ ديال الوقت باش كتوصل للمغرب هو الباطو تقريبا كيوصل في جوج سيمانات داكشي علاش كنا كنقولوا جوج سيمانات حتى ثلاثه ولكن لقينا باللي النوبه اللي كنشدوا في الديوانه كتاخذ لينا بزاف ديال الوقت كنشدوا حتى 18 يوم 20 يوم حنا كنتسناو غير نوبتنا دونك الناس ديما يتسناو الميساج ديالنا حنا راه كي كيوصل تيخرج من الديوانه انا راه كنصيفط الميساج لكلشي عندي لا ليست ديال الناس اللي مصيفطين معنا كنصيفط لهم ميساج كاملين كنعلمهم باللي راه الباجاج وصل سيروا خذوه من لاجونس ديال مدينتكم كاين اللي كيعيط ليا اربع المرات في السيمانه تيقول لي واش وصل 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 انا راه ملي كيوصل راه كنعلمكم خويا حسن بالنسبه للناس اللي باغيين يجيبوا شي صالون مغربي لامريكا ممكن ياك راه دابا جاي واحد الكونتينر فيه لي صالون ماروكان ديال الناس اللي طلبوهم لينا وراه جاي غادي يخرج ان شاء الله يمكن اليوم ولا غدا لا غادي يجي لامريكا ان شاء الله دابا داكشي اللي كدي من امريكا للمغرب تقدر تجيبه من المغرب لامريكا ممكن الا الماكله الماكله لا الماكله اه صحاب زيت العود ممنوع زيت العود شحال مره دابا صيفطتي للمغرب شحال من دابا دابا خدامين على الكونتينر الخامس الخامس دابا الاول راه وصل وتفرق الثاني وصل وتفرق الثالثه هو في الديوانه شاد النوبه الرابع راه شاد الطريق وهذا هو الخامس الحمد لله الخوت الامور راه غادا ميسره ومزيانه علاش لحيت هو غادي قانوني بالنسبه للناس اللي كاينين في المغرب والناس اللي كاينين في الميريكان اللي في الميريكان مثلا باغي يشري اونلاين يدير لادريسا ديالنا ويشيبيهم عندنا ديريكت انت هذه كديروها مزيانه الدراري هذه شوفوا الدراري ديما كندير شي فيديوهات كتبداو تسولوني اللي بغى شي حاجه اونلاين كيفاش يدير ليها تاخذ بياسات اللي بغيتي اونلاين وغتشيبيهم لادريسا ديالو ديال الشركه راه كاينه في الانستغرام وكاينه في الويب سايت ديالو حتى هويا وهو غتعرف غير توصلك حتى للمغرب هادشي اللي كاين اخويا عاصم وكيفاش غيخلصوك لا دابا بالنسبه لهنايا ما كاين مشكل زل وبالنسبه للمغرب كاين اللي كيخلصوا بويسترن يونيون بزاف ديال الناس كيبغيو يصيفطوا السلعه يعني بحال قلتي كيصيفطوا معاك باليزه ديال السبرديلات واش يقدوا ولا لا لا ياك لا دابا اللي حنا حيت لا ديكلاراسيون دوانيير اللي كنديرو يعني البيرسونال افيكت يعني الامتعه الخاصه يعني الا كانت شي حاجه اللي فيها الكثره وفيها لي سيري راه ما تنقبلوهاش يعني حنا في لا ديكلاراسيون ديالنا عندنا الامتعه الخاصه ديال الناس ولا بغى يصيفط معك شي واحد بحال شي باليزه ديال السبرديلات ويقول لك بغيت نخلص على الضريبه واخا يخلص عليها ما ديهاش اوكي ها شوف كيما سمعتوا الدراري